شهر رمضان الكريم تقوى صلة العبد بربه، فيطهر نفسه من فاحش القول وسيء الأفعال، وينال بذلك رضا الله وغفرانه. فالصيام الصحيح هو نقطة تحول في سلوك الإنسان، به يتطهر من الذنوب ويلتزم طاعة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.